¿qué opinión le causaron los atentados, por ejemplo, de los trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004? ولكنكم يجب أن تستفيدوا من هذه الجرائم التي تقع. أمريكا أخطأت، وأوروبا التي وقفت معها في احتلال العراق والعدوان واحتلال أفغانستان، هذه دول وحكومات مخطئة وتجلب الشر لشعوبها. ¿Usted culpa más a la acción de los gobiernos europeos, el español o el americano, que los que ejecutaron ese atentado? يعني أنا إذا أحمل المسؤولية 80% من اللي بيتحمل مسؤولية الحكومة، وال 20% نحملها لأنهم هؤلاء لا يجوز أن نقابل خطأ بخطأ.